مساء الخير على كل متابعي اهل مصر، معكم هاجر عوده من رئاسه محافظ القليوبيه. انا بكلمكم دلوقتي من قلب الحدث، من قدام البيت اللي ارتكبت فيه جريمه القتل في مدينه الخصوص، وخاصه منطقه ميه النار. هو اني مريض نفسي قتل والدته بسكين منظف كسدها ب 17 طن حتى الموت في اجزاء متفرقه من جسده. وللأسف المتهم كان مريض نفسي ويعاني من نوبات هيجة على فترات متقطعة، وكان نزيل في أحد المستشفيات الأمراض النفسية والعقلية بالخنكة، ودخل المستشفى أكثر من 5 مرات بسبب الإصابات بالنوبات والاكتئاب. آخر مرة دخل المستشفى كان من حوالي شهر كده، ووالدته خرجته من المستشفى لعدم قدرته على الانفاق، وقالت هي اللي هتتكفل وهتكون بتحمل مسؤوليته. السيدة وفاء كانت بتشتغل عاملة نظافة في مستشفى القصر العيني، وابنها طعنها 17 طنعة في أجزاء متفرقة في جسدها. وفقا لشهود العيان اللي هنا وفقا لشهود العيان اللي في المنطقة قالوا ان هم ما يعرفوش عنها حاجة، وهي قاعدة هنا بقالها أقل من أسبوع. هما سمعوا بس اول ما الشرطة جت عن الجريمة، وهو اللي بلغ الشرطة عن هو اللي قتل والدته. واول ما الشرطة جت طلب منهم كيس شيبسي، ووفقا لشهود العينة اللي في المنطقة طلب كيس شيبسي وقرص الفينو. والدته السيدة وفاء صاحبة 51 عام من عمرها، وشهود العيان اللي هنا في المنطقة ما يعرفوش عنها أي حاجة عشان هي كانت ساكنة هنا في المنطقة بقالها أسبوع، أقل من أسبوع يعتبر، ما لحقتش تسكن هنا.